عليكم شباب، هنا مركز المفقودات، اللي ضايع له شيء بساحة التحرير هنا موجود. أي شيء ضايع هنا بساحة التحرير، سويتشك، محفظتك، هنا مركز المفقودات، جناسية. مركز المفقودات علي الكعبي خدمتكم. والله وكفو منك، هاي 24 ساعة هنا. هاي الباجات. ويقول لك من دات أبويا. يشوفوا. شكو شيء ضايع تجون العدة، شيء ضايع هنا يجي يلقى. هنا يا علي الكعبي ما يقصر. اليوم 24 البركة. اليوم 24 10 ولحد هاي اللحظة. اللي عنده سويتش ضايع. اللي عنده شيء. هاي المحفظات. العدة محفظة ضايعة أو جنطة بفلوس، عايفينهن بفلوس، بفلوسهن ما مفتوحات، بجهود الأبطال وعلي الكعبة ما قصروا بهم. جوازات، سندات مال بيت، سند مال بيت كله موجود، وخاصة هاي الجنطة اللي بيها جوازات. لا تخلي يجيني هاي الجنطة اللي بيها جوازات، هاي بيها جوازات عالية المكان كاملة. المكان ساحة التحرير قرب النصر، قرب النصر، بس اسأل اسأل بساحة التحرير، بس مكان الامانات هو راح يدلونه. هسه بعد ما انت علي الكعبي جو النصب، جو النصب مال التحرير، جو النصب التحرير يجيني مركز الكعبي للمفقودات، وانا خادمكم. كفو منه.